شي منتزهات عالمية في مختلف دول العالم للترويج لوجه السياحة الجبلية. اليوم حنا في جهة بني ملال خنيفرة باش نوقعوا على عقد التطبيق ديال ورقة طريق السياحة 2023-2026. هاد بني ملال خنيفرة عندها مؤهلات كبيرة لأن عندها المؤهلات اللي كيقلبوا عليها بزاف السياح المغاربة والسياح الأجانب كذلك. هادشي علاش في خريطة الطريق غادي تلعب واحد الدور رائد في السياحة ديال الطبيعة والسياحة الإيكولوجية. هاد العقد فيه عدة مشاريع، منهم النقل الجوي اللي غادي نربطو جوج ديال الأسواق أوروبية اللي هما إسبانيا وإيطاليا، وكذلك جوج ديال المشاريع القاطرة، منهم دينو بارك اللي غادي يكون في بني ملال، والمحطة الخضراء اللي غتكون في خنيفرة إن شاء الله. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.